احنا نقرر على ضوء قراركم. هلا بزيد. شكرا زيد، تحياتنا لك، تحياتنا لكل مستمعينا. معنا سالم. سالم حياك الله. سالم الو، مساء الخير. مساء النور سالم، شلونك؟ والله الحمد لله بخير. تحياتي الاستاذ خالد الدكتور. هلا بسالم، اهلا وسهلا. يسمعك معالي الوزير، يسمعك استاذ. بتمنى يعني تقود المعركه بالموصل، يعني يا ريت. نعم، يعني ان شاء الله وين من اكون، وين من اكون راح اكون قريب جدا في معركة الموصل. نعم، واكيد اتشرف ان اكون مشرف ومساهم في هذه المعركة، لانه الموصل ونينوى تستحق منا الكثير. واوعدكم ان شاء الله اني قريب من عندكم دائما. استاذ بن عمي، ان شاء الله بن عمي بس يريد يشارك. بس شوي بيجاز بيجاز. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام اخي الكريم. تحيات طيبة من قلبي للأستاذ الدكتور خالد العبيدي. يسمعك معك. سهلا، مرحبا. يتفضل. أنا عندي يعني بس تنويه، يعني من كان الأستاذ يعني وزير الدفاع، يعني أكثر التعليقات من كنا نشوفناها على الفيسبوك. أي. على صفحة وزارة الدفاع أو على الصفحة الشخصية مال الدكتور. أي. يعني الناس الطالبة بعفو من الموصل، من المنتسبين مال الموصل، العسكريين، FBA، الشرطة، داخلية ودفاع. يعني زين. نعم. أي. يعني نحن كنا نتمنى انه يجينا عفو عام خاص للموصل، يعني ناس طلعت من الجيش او الشرطه بدون اسباب. نعم. يعني هي تفلت، يعني تفلشت الدفاع والداخليه اوتوماتيكيا، القاده عفوا الموصل، تفلش الجيش والدفاع. نعم. يعني نعم. الدفاع والداخليه العفو تفلشوا. نعم. يعني اريد ولو اريد عفو بالمستقبل للي ما لهم ذنب. يعني الاسم بالخير، الاسم بالخير. جاوبك، يعني جاوبك الاسم بالخير. اسمه فادي. يلا فادي، شكرا لك. اولا كان اكو عفو بعد سقوط الموصل، وصار العفو تقريبا من الشهر التاسع من تشكلت الحكومة الجديدة الى تقريبا شهر 11. نعم. واللي رجعوا رجعوا، ولكن مع الاسف الغالبية ما رجعت، قد يجوز ظروفكم. ولكن انا حتى اكون امين وصادق، الاخوان النواب من الموصل من النخبة الخيرة من عندهم كانوا يطالبون دائما بهذا الموضوع، والموضوع مطروح امام السيد رئيس وزراء، واعتقد واتامل ان شاء الله ان يصير به قرار ايجابي بصالحكم ان شاء الله. السيد رئيس وزراء وعد بعض الاخوان النواب بهذا الشيء، وتحديدا لمحافظه نينوى، وان شاء الله يتحقق هذا العفو، اذا مو هسه ولكن اكيد سيكون بعد تحرير نينوى باذن الله. شكرا فادي، ربي يحفظك. معانا ايضا زيد من كركوك. صباح من كركوك. صباح حياك الله. صباح. السلام عليكم. عليكم السلام اخ صباح. معي الدكتور. معاك الدكتور، يسمعك معالي الوزير. تفضل. صباح. تحياتي واشواقي لك دكتور. أشكرك. اتمنى من الله ومنك ان تبقى في محاربه الفساد، ليس لاجل فقط العراقيين، ولاجل الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله في ميزان حسناتك تفضح كل واحد من دون اي يعني انتباه دقيقه لهم، لانهم نعم. اذا بقوا يزدون ويبقوا يسرقون من الشعب العراقي. نعم. هذا تكون أنت مسؤول عند الله سبحانه وتعالى. أتمنى منك حتى لو كنت خارج السياسة أو خارج مثلا الآن أنت مستقيل، تبقى معهم وتفضحهم دائما إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك. يلا أخي الكريم، وأعدك بأنه هذا طريق سلكناه وبدينا به، لن نتراجع عنه مهما كلفنا. وأنا مقتنع تماما بأنه الفساد أخطر من الإرهاب على العراق والعراقيين، وهذا نعم. طريق الحق، ولكن سوف لن نستوحش هذا الطريق لقلة سالكيه. نعم. كما قال الإمام علي عليه السلام. إن شاء الله. شكرا لك أخي الكريم. معنا دكتور أحمد، حياك الله دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور، شلونك؟ أتمنى أن تكونون بخير جنابك والدكتور خالد العويدي وكل المستمعين. في البداية أوجه تحية شكر وتقدير للدكتور خالد العويدي. يسمعك. على مواقف النبيلة صراحة تجاه هذا الشعب وهذا البلد. أحب بس أنوه على مسألة يمكن يغفل بعض، وهي أنه هنالك تيار مدني ناشط. نعم. يعني بعيد كل البعد. نعم. عن أي فئة أو أحزاب سياسية. نعم. نتمنى من الدكتور خالد العويدي ومن أمثاله الطيبين اللي صراحة يعني وضعوا خطوط واضحة من أجل خدمة هذا البلد ومحاربة الفساد. نعم. أن يكون هذا التيار أن يكون على تواصل مباشر مع دكتور خالد العبيدي، وأن يكون لي أستاذ خالد العبيدي دور في مستقبل نينوى بعد التحرير. نعم. إن شاء الله. وأتمنى يا طب. شكرا دكتور. شكرا دكتور. أعيدك إن شاء الله نكون قريبين من نينوى ومن أهالي نينوى.
وأتمنى أن تترك تلفونك حتى نتصل بيك بعد البرنامج إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله الإخوان الشباب نعم بالكنترول إن شاء الله. نعم. شكرا لك دكتور أحمد، يا ربي يحفظك. أعود معك دكتور نعم بحوار شيق، دقائق تمر بسرعة كبيرة. كل أهالي الموصل عندما يذكرون شخصية الدكتور خالد العبيدي يذكرون التحرير، تخليصهم من داعش. كيف ينظر الدكتور خالد العبيدي إلى عملية تحرير الموصل للجهود المنصبة بهذا الإطار، سواء كانت العراقية أو حتى التحالف الدولي؟ طبعا وزارة الدفاع العراقية بذلت جهود كبيرة في تهيئة القطعات والقوات التي ستشارك في عمليات تحرير نينوى. نعم. وهذه القطعات اللي حاليا تقاتل وقاتلت في الجيارة وفي الشرقاط هي القطعات اللي هيئتها وزارة الدفاع لعمليات تحرير نينوى. الخطط العسكرية لتحرير نينوى وإن شاء الله تكون جاهزة، عدتها العمليات المشتركة وهي فعلا جاهزة. أتمنى أن تمر هذه المعركة بشكل سريع نعم على مدينة نينوى الحبيبة وتكون خسائرها أقل ما ممكن، سواء في الأرواح أو بنى التحتية للمدينة وحتى القوات الأمنية. معركة تحرير نينوى فيها الكثير من التحديات، والتحدي الأكبر هو حقيقة وجود أهالي نينوى داخل هذه المدينة. وأنا من خلال هذه الإذاعة الموقرة المباركة نعم أوجه رسالتي إلى أبناء نينوى والموصل يسمعوك الآن، أنه قدر الإمكان أن يلزموا أماكنهم وبيوتهم ولا ينزحوا خارج هذه المدينة، لأنه نزوحهم خارج المدينة سيثقل القوات الأمنية، سيشغل القوات الأمنية عن معركة الحقيقة مع داعش، ووجودهم داخل المدينة سيقوي القوات الأمنية أكثر. وأتمنى أنه لا يفكرون بترك المدينة إلا في حالة أن يحسوا أن حياتهم مهددة للخطر في الحالات الحرجة جدا. نعم. وما معركة الشرقاط والقيار اللي صارت هاي في الأيام الأخيرة الماضية إلا كانت خير تجربة، وبدليل أنه الشرقاط لم ينزح منها ولا مواطن تقريبا إلا حدود أكثر من 30 مواطن. فأتمنى نفس التجربة. قوات الأمنية طمئنكم اللي راح تجي وتشارك في عمليات تحرير الموصل تنظر إلى أهل الموصل كأسرى لدى داعش دفعوا ثمنا غاليا، وهي ستكون حريصة جدا على أرواح أبناء الموصل ونينوى نعم وستتعامل معهم أفضل تعامل، وستكون حريصة على أرواحهم وممتلكاتهم. لا تسمعوا لأي إشاعات مغرضة من قبل الدواعش أو من المترجفين من السياسيين الطائفيين ويذكرون لكم كلام غير دقيق عن القوات الأمنية. أطمئنكم وأطلب من عندكم التعاون مع القوات الأمنية قدر الإمكان لكي تنجز مهمتها بأقل ما يمكن من الخسائر في أرواح المدنيين والبنى التحتية لنينوى الحبيبة. نعم دكتور، بهذا الإطار قبل أيام كان أيضا لراديو الغد تغطية خاصة، استضافنا الممثل عن الحكومة العراقية، ممثل عن وزارة البيشمركة، ممثل أيضا عن التحالف الدولي، وكانوا يبحثون استراتيجية التواصل الجانب الإعلامي. هل هذا يعني أنه القوات التي ستشارك بعملية تحرير الموصل حسمت؟ تقريبا القوات اللي تشارك في عمليات تحرير الموصل تعتمد على الخطط العسكرية، ولكل محور من محاور التقدم القوة الخاصة به. فهذا الأمر متروك إلى العمليات المشتركة، هي صاحبة القرار، لأنه اختيار القطعات والقوات تعتمد على طبيعة الأرض والمحور وأيضا طبيعة العدو والحسابات الاستخبارية لهذه المحاور. ولكن أطمئنهم أنه القوات الأمنية اللي مشاركة في هذه القوات في هذه العمليات نعم هدفها الأول هو حماية المواطن، وخلي يطمئنون لهذا الموضوع. وإن شاء الله الكل القوات الأمنية حريصة على المواطنين في نينوى والموصل. هل هنالك تخوف من أي جانب من جوانب معركة تحرير الموصل؟ الكل يصور المعركة على أنها سهلة، مثلا استنتاج ما حصل بالقيارة بالشرقاط بالفلوجة. المعارك مهما تكون حتى لأقل ما لو مهما يكون خسائرها فهي المعارك تكون صعبة على المدنيين. نعم. يعني الإنسان المدني ليس مضطر أن يدخل في معركة داخل المدينة، فهي في كل المقاييس معركة صعبة بالنسبة للمدنيين. مقياس الصعوبة بالنسبة للقطاعات العسكرية، إحنا الاستحضارات حقيقة اتخذت منذ فترة طويلة لمعركة الموصل. التحالف الدولي أيضا ضامن ومتعهد بأنه سيقدم دعم عالي جدا، وسنستخدم أعلى التقنيات في هذه المعركة حفاظا على أرواح المدنيين، لأنه هناك
أهداف نوعية داخل مدينة الموصل للدواعش، نعم. سيتم استهدافها من قبل هذه القوات التي تمتلك دقة إصابة عالية، وخاصة القوات الجوية للتحالف والقوات الجوية العراقية. طيب سؤال أخير قبل ما أروح أرجع للاتصالات، لعندنا اتصالات كثيرة. رغبة أهالي الموصل لطالما كانت لا تستجيب لها الحكومة المركزية، هكذا يفكر ابن الموصل اليوم. بهذا الإطار الكثير من أهالي الموصل يدفعون باتجاه مشاركة الدكتور خالد العبيدي بعمليات تحرير الموصل. كيف ممكن الآن للحكومة العراقية أن على الأقل أن تتفادى هذا الإحساس والشعور من قبل أبناء الموصل؟ أنا إن شاء الله واثق من الإخوان في القيادات العسكرية الأخرى اللي موجودة، سواء أنا كنت أو لا، كنت أتمنى أن يكون لحقيقة شرف المساهمة والإشراف على هذه العمليات لتحرير نينوى وتحرير مدينتي، ولكن أنا واثق ومطمئن لأداء الإخوان القيادات العسكرية الذي سيقودون هذه المعركة، سيكون أدائهم مهني، سيكون أدائهم وطني، وأنا أيضا سأكون قريب جدا سواء كنت في العمليات أو خارجها، قريب من هذه العمليات بشكل بتماس مباشر مع كل القيادات العسكرية، نعم. ولن أترك نينوى وأهالي نينوى وأتخلى عنهم في كل حال من الأحوال. طيب دكتور خلينا نرجع للاتصالات، حقيقة عندنا اتصالات كثيرة وإحنا محرجين، نعتذر من كل مستمعينا. خلونا نأخذ أم نور. أم نور حياة الله أختي الكريم. حياة الله. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا أم نور. الله بخير. الحمد لله، الله يبارك بيك دكتور. اشكرك حجي، اشكرك. الله يبارك بيك، واني هم معاكم ان شاء الله دائما ان شاء الله، ومن السلام ان شاء الله كل تشارك بالعمليه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله دكتور، ان شاء الله. هلا حجيه دكتور، يعني ان شاء الله قربت بإذن الله قريب إن شاء الله، ما تعدي هالسنة ونخلصكم من هذول حيشاكم. والله دكتور فرد مرة يعني الليلة من الليلة منهم ومنهم ترجع هاي. أبشركم ما ظل إلا القليل، والموصل أصبحت باليد إن شاء الله، أصبحت باليد إن شاء الله. والله دكتور بنجدكم إن شاء الله. الله كريم إن شاء الله، بنجدكم الدعوات الطيبين إن شاء الله. الله يرضى عنكم إن شاء الله، يحميك. أشكرك حجية. الله يحفظك. نعم. أشكرك وطول عمرك. يلا. إن شاء الله نشوفك. شكراً. بعد تحرير. شكراً أم نور، ربي حفظك. أيضا دكتور معانا محمد الطائي أبو جاسم، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون دكتور خالد؟ أهلا وسهلا، أهلا أبو جاسم، مرحبا. دكتور خالد بسألك يعني ما بعد تحرير الموصل؟ أي. إحنا 70 قرى سنجرة تطرحها القرى، شفتها نهدت قرانا، يعني نرجع عليها بعد تحرير الموصل ما نرجع؟ والله إن شاء الله ترجعون. الحقيقة الحكومة العراقية وكل القيادات السياسية في العراق مهتمة، وحتى المجتمع الدولي مهتم لوضع الموصل ما بعد التحرير، وهناك عدة رؤى لإدارة هذه المحافظة ما بعد التحرير، وطريقة الإدارة أعتقد ستعتمد بشكل كبير على طريقة حسم هذه المعركة في الموصل، ولكن أطمئنكم أنه هناك اهتمام كبير في الموصل وأهالي الموصل، وليس فقط القرى اللي قريبة من سجار، ولكن كل مناطق محافظة نينوى. أطمئنوا إن شاء الله، إن شاء الله الخير قادم. يلا شكرا أبو جاسم، ربي يحفظك. يا أنا زياد. زياد حياك الله. زياد تسمعني؟ زياد انقطع الاتصال إليك. شكرا. يا أنا محمد من الموصل، يا مخرجنا محمد معانا، ما معانا ولا حتى ماجد. يلا اخذ زياد. زياد حياك الله. زياد حياك الله حبيبي، السلام عليكم. جمعه مباركه على الموصل حدباء اجمعين يا ربي. اهلا وسهلا بالدكتور المقاتل الوزير المقال من قبل الفاسدين على مقوله المعروف اسكت نعلت الله على شارك بالمجلس النواب اللي من عيدناها 7000 مره نسمعها ونضحك عليها ونقول والله يا هذا ابن الموصل افتخر. هذا العبيدي المرجلة، الله يحفظه ويبارك فيه ويحفظ رجالات الموصل. طبعا هي الموصل مسكتها من شنشل الله يرحمه إلى دكتور سلطان هاشم إلى المقاتل وزير الدفاع الدكتور خالد العبيدي، الله يبارك فيه. وقف شوكة بعيون الإرهاب وشوكة بعيون الحكومة الفاسدين اللي موجودين هسه بحكومة بغداد، متمثلين الفاسدين في بغداد. أشكرك. والمشكلة المتمثلين على أهل السنة.
مع الأسف، مع الأسف والله. والله مع الأسف دكتور، احنا نفتخر بيك وانت ابن الموصل وانت ابن الجوسق وابن الطيران وانت ابن الدندان، وانا مصلي معك اكثر مرة بجامع أشكرك. الشبخون انت رجل محترم وراقي بيك. وابن عائلة قبلت بوقت الفوج الدعم السادات، هذه خيلك همر باب البيت وما قبلت من ايام المقبور دولة رئيسنا نور المالكي، ما قبلت. انت رجل معتدل وما تمشي لجد مع شخص واحد حمايتك اللي هو قرابتك اللي كانت تجي للجامعه بدوامك. والله نعم. انت محترم. نعم. يلا بارك فيك. يلا زياد، واهم شيء انتم راسكم مرفوع وان شاء الله ترجع نينوى لاهلها باذن الله ان شاء الله. مرفوع مرفوع بالزلم طيبه، مرفوعين بارك مرفوعين بيك. بالزلم بارك شكرا زياد، مرفوعين والله. اشكرك الحمد لله. اشكرك زياد، شكرا سلام للجميع. اشكرك. شكرا زياد. معانا علي، تفضل علي. الو السلام عليكم. عليكم السلام علي، شخبارك؟ والله الحمد لله بخير. يحفظك ربي الدكتور. إيه؟ البطل دكتوري. دكتوري سمع يبارك بيك. اشكرك اخ علي، اشكرك على راسي. دكتور عندي مشكله صغيره يموت. حاضر تؤمر امر. سيدي تعرف دزيت لك طلب على الموقع الخاص، استجابت لك طلب مالي. عايش جندي في فرقه ثانيه. نعم. خوش. فانت استجابت على طلب مالي ورجعت للدوام على ضوء الكتاب اللي انت صدرته. نعم. ورحت داومت تقريبا 3 شهور بلا راتب. أيه. وبعدين يجيني يقول لي مفسوخ العقد مالك وانت على ضوء الكتاب مالك. خوش يعني من جانب الكتاب يقول انا ما مفسوخ العقد مالي. انت وين حاليا؟ انا حاليا بدهوك. بدهوك. اي من اهل الموصل. من الموصل. ممكن ان ما ادري يعني انتك تروح المركز التطوع اربيل. اي يروح المركز التطوع اربيل. عميد حاجي تمر عليه وان شاء الله نعاونك باستعاده حقوقك. عميد حاجي عامر مركز تطوع. شو اسمك؟ هذا بالضبط ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ويا الاخوان ان شاء الله. سؤال ثاني دكتور، شنو دعمك للحشد الوطني؟ نعم. دعمك للحشد الوطني. دعم الحشد الوطني. الحشد الوطني ما يحتاجون دعمي ما شاء الله، هم يدعمونا واحنا ندعمهم. لا ان شاء الله بالعكس، هم مقاتلين ابطال وقوه مهمه جدا، سيكون لها شرف المشاركه في عمليات التحرير، واحنا ابدا ما نتخلى عنها. وهذا نهج الحكومه حقيقه منذ فتره، انه هاي القوه لازم نتعامل معها، لازم نستفاد من امكانياتها، واطمئنك سيكون لها دور كبير في عمليات التحرير ومسك الارض ان شاء الله. شكرا لك اخي الكريم. معنا ماجد، تفضل ماجد. السلام عليكم. عليكم السلام ماجد. عليكم السلام. شلونك ان شاء الله؟ زين الله محييك. اهلا وسهلا اخ ماجد. طبعا انا يعني اتمنى في اليوم اني اتكلم وياك يعني. هسه حققنا لك الامنيه. حققنا لك الامنيه. تفضل. الف الحمد لله. الحمد لله وشكرا. من يوم من الايام انا حكيت ويا الدكتور خالد العبيدي، لكن عندي مشكلة صغيرة أريدك تعاوني بيها. إيه تفضل. أنا طبعا هاي السنة تخرجت من الصف العلمي وبودي يعني رغبتي إني أصبح طالب في الكلية العسكرية. نعم. لكن أنت يعني تعرف الظروف، إنه يعني أكثر من مرة أروح يعني شغلة يعني تعال واسطة من شنو صراحة يعني دكتور، وأنا من صلاح الدين من قضاء الشرقاط. واريد اني اصبح ضابط في الجيش العراقي، انه انال الشرف اللي نلته انت كيعني كنت في يوم من الايام وزير الدفاع العراقي، وسيكتب التاريخ بيوم من الايام انه خالد العبيدي انه بنظري انا وبنظر الناس بنظر الشعب العراقي افضل وزير دفاعي مر من 2003 ولحد الان. هذا الدافع اللي خلاني اصبح ما اروح للكليه، اني اروح للكليه العسكريه العراقيه. كان دافع اساسي انه انت تخلي لي دافع اني اذهب اني اصبح ضابط في الجيش العراقي. وانا اريد مساعدتك اني ادخل طالب في الكليه العسكريه. شنو اللي يمنعك تقدم ماجد؟ والله دكتور يعني اكثريتها واسطات يعني. لا 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 اطمئن، واسطات واسطات على الحق ولكن على الباطل ماكو واسطات. معدلك انا ما اريد هاي قضيه تفصيليه يعني، بس معدلك وعمرك وتقدم، وان شاء الله ايضا اعاونك. اترك تلفونك ايضا، راح اخلي الجماعه يتصلون بي ان شاء الله. وان شاء بس انت في كل الاحوال قدم للكليه. وانا اطمئنك انه السياق دا يمشي سياق صحيح، والكثير من الناس دا يجون لا واسطه ولا ابد ويروحون وفق السياقات وينقبلون، واحنا نتشرف بهيجي ابطال مثلك عندهم اصرار وعزيمه ويريد يكون ضابط في الجيش العراقي. واترك تلفونك وبس. يلا. انت اريدك تقدم
قدم اسمك 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 الثلاثي يعني شنو؟ خليت لي دافع انه انا اليوم انا ما يصير انه هذا الشباب واقف على الساتر اي وانا عافية. اقعد بلبي عافية هذا يلا هذا امنا بيك بس قول لي اسمك الثلاثي شنو؟ ماجد عيسى عبود محمد الجميلي عيسى عبود الجميلي محمد الجميلي بس قدم الشباب. قدم انت وان شاء الله يصير خير ارجع للشباب بالكنترول شكرا إن شاء الله لك ماجد نعاونك على ربي نقدر بي إن شاء الله. يحفظك شكرا لك اخذ منو معانا يا مخرجنا ويانا سفير الحمداني من سويسرا سفير حياك الله مساء الخير والحب والعافيه حبيب قلبي المقدم المبدع شكرا وتحياتنا واجلالنا ضيفك الكريم الدكتور خالد العبيدي اشكرك الله يبارك فيك اخ سفير كيف احوالك ان شاء الله زين والله الحمد لله يا مدينه انت بالسويد يا مدينه بسويسرا ها سويسرا عبال السويد نعم أي. سويسرا اي نعم لا لا بسويسرا بمقاطعة توتشينو مدينة لوكارنو يا الله الله يديمها عليك برد هسا ومكيفين بالضبط لا والله بالنصردن ها نصر يا الله خير يلا سفير سؤالك سؤالك حتى نقدر نطي أكثر اتصالات تعرف يزعلون علينا أهل الموصل إيه؟ صح 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 أستاذ العزيز الدكتور خالد نعم. طبعا أنت تعرف الموصل ولادة بضباطها بأساتذتها بعلمائها ولهذا السبب هي مستهدفة من كل الجهات ومن كل الناس اللي داير ما يدورنا أقصد داير ما يدور محافظة نعم. نينة ومن كل الناس الداير ما يدور محافظة نينة مستهدفة نعم. زين بعد تحرير الموصل نعم. أنت تعرف وكل تقريبا ما خفية على المجتمع الموصلي يعرف أنه محافظة نينوى كل من يقول إلي وكل من يريدها تمشي تحت سياسته الخاصة نعم مستقبلها شنو يلا ودور التحالف بهذا الموضوع شنو يلا إن شاء الله سفير راح تسمع الإجابة حياتي. خلينا ننطي مجال يعني ونعتذر حقيقة وصراحة من كل أهالي الموصل من كل متصلينا عندنا زخم كثير على الاتصالات والرسائل لكن هذا ما يسمح بالوقت يعني دكتور إذا عندك إجابة على سفير الأخ سفير اللي صار في نينوى مو قليل نعم والمدينة احتلت من الدواعش ولا زالت جزء كبير من عندها محتل ولكن بعد التحرير يجب أن تكون الكتل السياسية المؤثرة وصاحبة القرار في نينوى أن تدرك مصلحة أهالي نينوى وتنطلق من هذا الأساس من أجل وضع رؤية مستقبلية لإدارة نينوى ويجب أن يشترك الجميع في إدارة نينوى حسب ثقلهم السياسي ووجودهم الاجتماعي في هذه المحافظة ونعتقد بأنه نينوى تحتاج إلى إدارة قوية قادرة على القيام بهذه المهمة لأنه ما بعد المعركة ستكون الأمور مختلفة تماما وتحتاج إلى تضافر جهود كل القيادات والكتل السياسية من أجل الإسراع بإعادة بناء هذه المحافظة والأهم من هذا هو الإسراع بعودة النازحين الذين دفعوا ثمنا غاليا خلال هذه السنوات الماضية طيب دكتور شفت الشباب أصبحت مثل أعلى للشاب العراقي حتى مو للشاب الموصلي نعم دكتور خليني الآن نتحدث عن ما يراه أهالي الموصل بأنه أملهم بالتحرير الحشد الوطني كيف ترى جهوزية الحشد الوطني وهنالك مطالبات كثيرة من أبناء الموصل بإشراكهم وزجهم بمعركة تحرير الموصل لا سيما أنهم يمثلون كل أطياف المجتمع الموصلي الحشد الوطني وبشهادة القيادات العسكرية اللي زارتهم أكثر من مرة نعم قوات جيدة جدا من كل النواحي سواء التجهيز والتسليح والتدريب وحتى العمليات العسكرية نعم. وإحنا كقرار كان عند باكنة تاني في الوزارة ومع السيد رئيس الوزراء كان حريص ومتخذ قرار أنه هذه القوة يجب أن تشارك في عمليات التحرير ويجب أن تكون تحت أمرة قيادة عمليات نينوى وتعمل مع هذه القطاعات العسكرية والجيش أنا أتأمل بهذه القوة خير وسنستفاد منها كثيرا وحتى ما بعد التحرير في عمليات مسك الأرض إذن الحشد الوطني جاهز أيضا الحشد الوطني كثير يسمعونه داخل المعسكر وحتى خارج المعسكر ماذا تقول لهم الآن؟ أقول لهم أن يكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة مع قوات الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى في عمليات تحرير نينوى ويجب أن يكونوا حذرين في معركتهم مع الدواعش أبدا لا يستهينوا بالدواعش فأسلوبهم الغدر والخيانة
وأسلوب المباغتة، فيجب أن يكونوا حذرين وعلى أهبة الاستعداد في معركتهم مع داعش في مدينة الموصل الحدباء. طيب دكتور جاوبني بموضوعي، أنت موضوعي وصريح إلى حد أنه تنتقد حتى نفسك. الحشد الوطني مؤهل لخوض معركة تحرير الموصل ومسك الموصل ما بعد التحرير الآن؟ حتى من أعتقد الناحية العسكرية. أعتقد على ضوء المعلومات والتقارير اللي كانت ترفع لي من قبل القيادات العسكرية وتحديدا مركز التنسيق المشترك، أنه الحشد الوطني مهيئ بشكل كبير ويمتلك إمكانيات عالية. قد يجوز الأسلحة الثقيلة اللي هي مو من اختصاصها، لا مو عنده، ولكن أسلحة خفيفة ومتوسطة، تدريب عالي، تجهيز عالي، معنويات عالية، فهذا أكيد يأهلهم للمشاركة في المعركة المستقبلية لتحرير الموصل. طيب أنت أيضا ابن الموصل، تعرف الضباط، ضباط الحشد الوطني، شنو رأيك بيهم من الناحية العسكرية المهنية؟ أعتقد من الضباط المتميزين جدا، مختارهم اختيار دقيق، وهم ضباط اختصاص حقيقة، أغلبهم من صنف القوات الخاصة وصنف المشاة، وأنا التقيت بقسم من عندهم في زيارتي للمعسكر، وكان بيهم يعني أغلبهم ضباط لامعين متولين قيادة هذا الحشد. طيب دكتور خليني أخذ الاتصال من أم عراق، عندنا اتصالات كثيرة. أم عراق أختي الكريمة، أم عراق من داخل الموصل. السلام عليكم. عليكم وعلى السلام. وعلى برنامجكم الحلو. ربي يحفظك. وعلى الوزير مالنا ابن الموصل، ويبقى وزير ويبقى قائد. عليكم السلام. هلا أم عراق، أهلا وسهلا بك. شلون الله يعزك. أنت بطل بطل. الله يبارك بيكم. فتاة الخونة، هذول الجواسيس الخونة، الحكومة الفاسدة، أنت بطل على راسم الكل. الله يبارك بيك. وعراق. الله يبارك. أنت إحنا بنتشرف بيك. أنتوا الشرف. أنتوا الشرف، وهاي تربية الموصل الحدباء، هاي تربية الموصل الحدباء. أنا من الساعة 3 أنتظر هذا البرنامج. الله يبارك فيك. وهنيك وانت بطل، واحنا فخورين بيك. وانا للتهديه عندي، للتهديه وزير، للتهديه يمي بس طلع الموصل. عندي بنت هديه من عند اللكه. اشكرك. الله يبارك فيك. هديه من عند اللكه. تسلمين. الله يبارك فيك. يلا أم عراق أم عراق تسمعيني؟ أخت عزيزة. الله يبارك فيك. أم عراق شلون يسمعون أهل الموصل راديو الغد؟ نسمعه ونحن متابعينه، لأن تلفزيونات ما عندنا شالوها من عندنا الدواعي. فنتابع الراديو. يلا ونتابع هاي القناة مالكم. الله يوفقكم والله يحفظكم والله ينصركم. بس أم عراق أنا عندي طلب عندك. هاي بنتك اللي انطيتيني إياها هدية كاميرا، أريد أنطيها إلى أحد المقاتلين الأبطال اللي يشاركون في تحرير نينوى. واني اني انا اختار لك بطل من ابطال الجيش. اي عافية من العراق. اي واي بطل من الابطال. ايه يلا جزاك الله خير. يلا اهل الموصل ممنون. ممنون ام عراق. ممنون. شكرا ام عراق. ربي يحفظك، يحفظ لنا العائله الكريمه، يحفظ لنا كل نساء واهالي الموصل. ويانا وائل من المانيا، حياك الله وائل، تفضل. الله محييك. طبعا المشاعر جياشة صارت عندنا من كلام أختنا أم عراق، وهذا هو ردة فعل أي أم عراقية أو أي أخت عراقية. نعم. تكرم بنتها للسيد الوزير أو أي جندي قاتل عن أي شبر من أرض العراق. فهذا ليس ببعيد وليس غريب عليهم. تحية حب واحترام لهم، تحية حب لضيفك الكريم ولجنابك. تحياتنا لك وائل. بداية حبيب، احنا طبعا فخر لنا انه يكون السيد خالد العبيدي من مدينه الموصل. والله العظيم ما تعرف مدى الاهم، يعني الفخر اللي احنا نتفاخر به امام العالم. احنا في اوروبا وفي المانيا وكثير من الجاليات العربيه والباقي الدول انه تتابع معركه الموصل وما يجول حولها. فمن يشوفون هذا البطل يقولون هذا مين، احنا بكل فخر نجاوب انه هذا من مدينته، من الموصل. نعم. زين، فهذا الشيء يشار اليه بالبنان. نعم. حتى نستغل الوقت. أيوة عندي والله مجموعه من الاسئله. سؤال واحد الجواب عليه. نعم. سؤال واحد. الغالبيه من المشاركين السياسيين صرحوا بان وزير الدفاع العراقي عندما عاد من اجتماع اللي كان في امريكا حول كان وزراء العالم على ما اعتقد، بايام تم طرح ملفات الفساد اللي من وراها تم يعني انشاء هاي اقاله السيد الوزير. نعم. يعني بعد العوده من امريكا
تم طرح، هل هذا الأمر كان بموافقة الأمريكان؟ يعني اتفقنا اتفقنا دقيقة أستاذ وائل، هذا سؤال مهم، هذا اتفقنا أنا والأمريكان عليه ولهذا أقالوني بالأخير. يلا وائل شكرا لك. هذه أستاذ وائل أنا أشكرك على هذا الإطراء، بس خلي أجاوبك هذا السؤال. خلينا وائل وائل خلي جاوبك معالي الوزير وائل، وانت برا مغترب وأكيد صوتك يريد يصل للإخوان. أنا شوف تحدثت تحدثت ويا كل الأطراف وتعاملت مع كل الدول الإقليمية المحيطة بالعراق، وفي أحد الأيام سألني أحد الإخوان الإعلاميين قال لي مع الوزير أنت شلون توفق بين الأمريكان الإيرانيين الأتراك بالضبط الحشد الحشد الشعبي الجيش العراقي؟ قلت له دائما أنطلق معهم في الحديث، وهذا سلوك وليس كلام فقط، من منطلق عراقي وطني، وكل من يزعل ما يهمني بصراحة، كنت هذا نهجي. وفعلا في بعض المواقف يزعلون ولكن بعد فترة يرضى ويحس أنه هو هذا الكلام الصحيح، وهذا كان ما يحرجني أبدا، هو هذا نهجي. كن على ثقة، لا أتفق مع أحد على الإطلاق، ولكن وهذا الحرب على الفاسدين. أنا إذا تراجع أحد اللقاءات قبل سنة وكسر مع نجم الربيعي في قناة البغدادية بالضبط اتطرقت له بشكل واضح، وهذا من أكثر من سنة أنا أعاني من عنده، مو هسه بعد رحت الأمريكا. من رحت الأمريكا حصلنا أنا والأخ وزير الخارجية أكثر من 2,200,000,000 دولار مساعدات للعراق، مو رحنا نروح نتفق وياهم على كشف الفاسدين، ومو الأمريكان يعلمون طريق الوطنية ومحاربة الفساد. احنا نعلم الناس والشعوب، يلا احنا هيك تربينا في مجتمع الاستقامة والحق ضد الباطل. شكرا لك وائل، ربي يحفظك يحفظ لنا كل شبابنا. خلينا دكتور ننطي أيضا ونأخذ بعض التعليقات الآن اللي تابعونا بالبث المباشر. حمزة الشهواني يقول أنه الكلام عن سقف زمني لتحرير نينوى ممكن الآن في ظل تضارب تصريحات الساسة العراقيين؟ أكو سقوف زمني؟ أي معركة، ليس فقط معركة تحرير نينوى، ولكن أي معركة ممكن أنه بيدك كقيادة عسكرية أن تحدد بدايتها، نعم، بناء على تهيئة مستلزمات المعركة، ولكن نعم، النهاية الله أعلم تخضع إلى تحدي إلى متغيرات كثيرة، ولكن البداية ممكن أن تحدد. نأخذ الأجوبة باختصار حتى نقدر نرد على تعليقات كثيرة، لأن تعرف المشاهدات كثيرة الآن يتابعوك متابعينا ومشاهدين الآن عبر صفحة راديو الغد بالبث المباشر. ستار العقيلي، ستار العقيلي شوية صريح يقول من أقال خالد العبيد، الحزب الإسلامي أم دولة القانون أم حنان الفتلاوي؟ الفاسدين من كل الأطراف. أها. الفاسدين طيب. من كل الأطراف. طيب علي الصايغ يقول أنه يشك أنه على تواصل الآن مع دكتور حيدر العبادي ولك منصب غير معلن، هل هذا صحيح؟ يشك أنه أنت الآن مع تواصل على مع دكتور حيدر العبادي وعندك منصب غير معلن؟ لا أعتقد هذا، أنا طبعا السيد رئيس الوزراء رئيس وزراء العراق، وأنا نعم، وزير الدفاع، وكو علاقة ونتواصل ونتباحث في كثير من الأمور. ممتاز. ولكن لا يعني هذا أنه شرط أن أكون في منصب آخر. طيب عزيز الصائغ يقول أستاذ خالد تحياتنا إليك، ما هي رؤيتك في مستقبل نينوى بعد التحرير وماذا سيكون دوركم في المحافظة؟ يحتاج إلى توافق سياسي لإدارة نينوى ما بعد التحرير. طيب منى أكرم، حسب خبرتك العسكرية القوات التركية المتمركزة في بعشيق هل سيكون لها دور فعال في معركة الموصل؟ أبداً، لن تكون معركة الموصل إلا عراقية خالصة. طيب سارة نافع، هل من الممكن أن تصبح قائد الموصل في المستقبل القادم؟ والله بيهم البركة قادة الموصل إن شاء الله، مو شرط أن أكون أنا، المهم أنه شخص يخدم الموصل. مصطفى الحيالي يقول أريد نعرف أنه راح ترشح الانتخابات المقبلة ولا لا، ومؤكد أرجو الرد. هذا سابق لأوان الموضوع، سابق لأوان، يعتمد على كثير من المتغيرات. طيب احنا أيضا نتمنى لك الموفقية. دكتور أيضا سرور علي يقول ما هو دور إيران في عملية تحرير نينوى وماذا ترسم إيران في تلك المنطقة؟ لا ذكرت يعني معركة تحرير الموصل معركة عراقية خالصة، لا يوجد لأي دولة أي تدخل، ولن تسمح القوات العراقية بتدخل أي طرف في معركة تحرير الموصل. طيب تعليق آخر، محمد الرماحي، لماذا لم تكشف ملفات الفساد قبل جلسة الاستجواب؟ لا الملفات هاي مكشوفة وذاكرها أنا إلى كل الجهات المعنية، ولكن عندما شفت ماكو استجابة نعم، لجأت إلى أن أمام البرلمان في بيت الشعب أن أكشف هذه الملفات. عمر السقال يقول هل لديك خطط سياسية مستقبلية في العراق ونينوى أم لا؟ يعني
ممكن رؤية سياسية وليس خطط. أكو رؤية عندي إن شاء الله، رؤية مستقبلية بعيدة الأمد. عمر علي، التعليق الأخير حتى نعتذر من كل المشاركين بالتعليقات على صفحتنا والبث المباشر براديو الغد، يقول برأيك مشروع إقامة إقليم نينوى هل هذا هو حل مناسب لما بعد التحرير والتخلص من النزاعات وجميع المشاكل والمعوقات، أم لديكم رأي آخر؟ هذا خيار أهل نينوى، هم يقرروا إذا كانوا يختاروا الإقليم أم نظام آخر للحكم. طيب دعنا الآن دكتور نتحدث عن المولود المزعج لداعش وهم المقاومة الوطنية داخل الموصل. أنا وصفتهم بالمقاومة الوطنية، تعرف لأن عندنا حركة ميم الكتائب الموصل كثير من تجمعهم بهذا الكلام ومتواصلين طبعا صحيح. معانا صحيح. وأنا متأكد الآن يسمعوك، شنو رأيتك المستقبلية لدورهم بمعركة تحرير الموصل؟ طبعا دورهم مهم جدا، وأنا بصراحة من هذا المنبر أحييهم هؤلاء الأبطال الذي قاتلون والذين ميزوا محافظة نينوى ومدينة الموصل عن المدن العراقية الأخرى، حيث لم تنبثق في هذه المدن الأخرى أي مقاومة داخلية إلا في مدينة الموصل. هذه القوة ممكن أن تستثمر في معارك تحرير الموصل، وإذا تفعلت بشكل كبير وأدت دور وقاومت الإرهابيين داخل المدينة ستقلل الخسائر في المدنيين وفي البنى التحتية للمدينة وتختصر زمن المعركة بشكل كبير. فاللي أرجو من عندهم وعد ما يحسون بأمان والقوات العسكرية تكون بتماس في حدود مدينة الموصل أن يفعلوا عملياتهم، وستكون القوات الأمنية أيضا متواصلة معهم، سيكون هناك خطوط إمداد وتواصل، سنساعدهم ستساعدهم القوات الأمنية قدر الإمكان لكي يكونوا القوة الفاعلة للقضاء على داعش، لأنهم أقدر على التمييز واستهداف داعش من القوات التي ستدخل المدينة. أتمنى أن يكون لهم دور فاعل ودور قوي، خلي يكون عندهم ثقة بنفسهم بأنهم أقوى من الدواعش. القوات الأمنية والعسكرية المحيطة بمدينة الموصل ستساعدهم بشكل كبير، ولكن يحتاج إلى تفعيل دورهم. وهؤلاء الدواعش لا يحسبون لهم حساب، هم ناس جبناء ولكن يعتمدون على أسلوب الغدر في قتالهم مع المجاميع الأخرى البطلة من المقاومة الوطنية كما سميتهم. المقاومة الوطنية وحركة ميم، أنت متابع أيضا كل وسائل الإعلام العربية العراقية وحتى العالمية تتحدث بحركة ميم المقاومة، الحكومة العراقية، القوات التي تريد تحرير الموصل وحتى المخططين لهذه المعركة يحسبون حساب لهذه القوات، هي من ضمن الخطط المدرجة؟ طبعا حاسبي لا حساب وحساب كبير ونعول عليها كثيرا سواء المقاومة الوطنية أو حركة ميم، وفعلا إذا أدت دورها بالشكل الصحيح مثل ما ذكرت لك ستختصر زمن المعركة بشكل كبير، ويكون لها دور أساسي في عمليات التحرير. وقد إذا حسمت المعركة قد تستغني القوات الأمنية العراقية عن دخول مدينة الموصل، وهذا ما نتأمله يعني إلى هذه الدرجة. إذا سيطرت على الوضع واستطاعت أن تطرد هذه المجاميع أو تقتلها، فأكيد ستكون القوات العراقية يعني بموضع لا حاجة لدخولها مركز مدينة الموصل. طيب دكتور دعنا الآن نتحدث عن الطرق التي تقي تدمير مدينة الموصل. شهدنا صور قد تكون مرعبة مثلا بصلاح الدين بالفلوجة بالأنبار، مدن مدمرة. كيف ممكن أن نطمئن أهالي الموصل ونتفادى الأخطاء من قبل الطيران التحالف الدولي؟ الأول الحقيقة حتى في الرمادي وفي الفلوجة التدمير لم يكن بشكل كبير بسبب القصف الجوي، بقدر ما هو تدمير الدواعش. أنا أخشى أن يقوم الدواعش بتفخيخ وتفجير الدوائر والبنى التحتية لمدينة نينوى عندما ييأسون، لأنهم في حالة يأس، وهذا ما حصل في الرمادي. إحنا وذكرت لك معركة الموصل معركة تختلف حقيقة، وهي قوات التحالف وإحنا القوات العسكرية العراقية الأمنية كلها ستعتمد على استخدام التقنيات العالية وخاصة في استهداف الأهداف النوعية ودقة التصويب، لأنه حريصين أنه تكون الخسائر قليلة جدا في صفوف المدنيين وكذلك البنى التحتية للمدينة. ولهذا أذكر أنه قدر الإمكان أهل الموصل أن لا ينزحون خارج هذه المدينة، لأن سيعتمد بشكل كبير على التقنيات العالية. اللي صار في الرمادي بالرغم من كل الخراب، ولكن حتى التأخر في المعركة وحسم المعركة، لأن كانت القوات العسكرية الأمنية حريصة أن لا تكون هناك خسائر كبيرة وتدمير للمدينة، لكن الدواعش خربوا كل شيء حقيقة. أنا شفتها وزرتها، معظم التخريب
كان بنسبة عالية جدا هو من الدواعش وتفجيراتهم. فأتمنى أن لا يتكرر هذا في الموصل. احنا 100% راح نكون حريصين والقوات الأمنية راح تكون حريصة على حياة المواطنين والبنى التحتية للمدينة. لكن بالتأكيد دكتور أنت خبرتك العسكرية عالية بمعركة مثل معركة الموصل، معركة العالم اليوم هي مو بس معركة العراقيين، بالتأكيد ممكن أن تستخدم الأسلحة الثقيلة. الأسلحة الثقيلة ما هو الضامن اليوم؟ لا، هو الأسلحة الثقيلة لا يعني أن لا تكون دقيقة في التصويب، يوجد أسلحة ثقيلة ولكن فيها دقة إصابة عالية. احنا صراحة قدر الإمكان راح نحاول أن تكون المعركة خارج المدينة، ولكن نحسب أسوأ الاحتمالات أنه داعش راح يتمترس في هذه المدينة ويقاتل قتال مدن. أيضا يوجد تكتيك كما حصل في الفلوجة، وتقريبا دخلت قطاعاتنا تقريبا بدون قتال إلا في حي من الأحياء كان قتال بسيط، وبقت المدينة سالمة وأقل ما ممكن من الخسائر. كذلك ممكن أن يكون نفس الأسلوب وقد يجوز أفضل في معركة الموصل، لأن معركة الموصل استعداداتها اختلفت تماما عن كل المعارك الأخرى. إيه لكن عندنا 2,000,000 مواطن موجود داخل الموصل. إيه هو هذا هذا التحدي الأكبر، هذا التحدي الأكبر، والموصل هي 4 مرات بأكبر من مدينة الرمادي بالضبط. ولهذا هو تحدي كبير. إحنا نريد تعاون المواطنين في بقائهم في بيوتهم إلا في الحالات الحارجة عندما تهدد حياتهم. نريد من المجاميع المقاومة الوطنية أن تكون فاعلة جدا وحقيقة تكون مؤذية وتؤثر على داعش في عملياته داخل المدينة حتى تغنينا عن قصف بعض الأهداف لداعش تلحق خسائر كبيرة في داعش. احنا نطمئنهم انه ستستخدم القوات الأمنية التقنيات العالية في التصويب لكي لا تلحق الأذى بالمواطنين والبنى التحتية للمدينة. هذا المخطط لمعركة الموصل، واتمنى ان تنجح هذه المعركة وتحسم بأسرع وقت. لا احنا مو بس نريد نطمئنهم، نريد توعدهم انه تتواصل معهم عبر راديو الغد، لان تعرف راديو الغد الان صوتهم الوحيد. والله ابدليل اني اول طلعة بعد 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 شكرا لثقتك. بعد إقالة الفاسدين طلعت وياكم، لانه شو اسمه كنت حريص على التواصل مع بالضبط. اهلي في نينوى واطمئنهم ابدا لن ابتعد، ونينوى والموصل هي الروح وهي الرئة لخالد العبيدي. طيب دكتور الآن خلينا نتحدث عن أرجع للمقاومة بما أنه نتحدث بالداخل الموصلي، شون علاقتك بالفصائل المقاومة الوطنية داخل الموصل؟ وأنت اليوم أصبحت مثل أعلى، شفت 4-5 متصلين من الشباب مستعدين الآن إذا تقول تدعو الانقلاب ممكن يكون انقلاب إن شاء الله الله يبعدنا عن الانقلابات. لكن هو الشخصية المؤثرة الآن ممكن توجه لهم رسالة ورد تعرف على طبيعة العلاقة، عامل مهم جدا المقاومة الآن إذا تفضى داخل الموصل ممكن تقينا دمار المدينة صح؟ أي صحيح نعم، عامل مهم جدا. قلت لك أنا سابقا بحكم عملي كوزير الدفاع يعني ما أكو فد علاقة متواصلة مباشر، ولكن عندنا من خلال خطوط أخرى يعني متواصلين من خلال الدوائر الأمنية والاستخبارية، لأنه كنا متعاونين في تزويدنا ببعض الأهداف وكذلك تزويدهم ببعض المعلومات عن أشخاص وعن قيادة، يعني أكو تعاون في تبادل المعلومات. أنا أعول كثير على هذه المقاومة الوطنية حقيقة، حاسب لها حساب كبير، وأتمنى أن تزداد هذه المجاميع وتزداد فعاليتها. أنا مقدر ظروفهم ولكن أطمئنهم عندما تكون القوات الأمنية قريبة على حدود الموصل سيلقون دعم كبير جدا من هذه القوات، وأتمنى أن يكون لهم دور فاعل، وأتمنى أن يتم تحرير المدينة على أيديهم إن شاء الله، وأنا واثق بأنهم قادرين على هذا الموضوع. والحاح مشاركتك شو راح نحله، شو راح نقدر نرضي أهل الموصل؟ هسا احنا صار لهم سنة يطالبون بقدومك وحضورك لراديو الغد، احنا اليوم وفينا بالوعد. ودكتور خالد العبيدي الآن أمام أهل الموصل أمام العراقيين، بس شو راح نرضيهم بقضية مشاركتك؟ لا أنا مشارك إن شاء الله، مشارك ولا هذا موضوع لا جدال فيه أبدا أبدا. سأرتدي الملابس العسكرية وأكون في الصفوف الأمامية مع الجنود الأبطال اللي قاتلون في الجيش العراقي ان شاء الله. أطمئنهم. ان شاء الله دكتور، يعني خلينا ناخذ اتصالات وعدنا اتصالات جدا كثيره لكن بدنا نختصر. لا استمر ما عندي مشكله، نستمر. حتى لو ساعه بعد ما نستمر حتى المواعيد الاخرى نلغيها لخاطر اهل الموصل وحتى الان وكلها والعراق الان اكو من الحله من بابل يبلغك تحياته متصل ضروري اسمع ابو الحله راح بس ينقل تحيات اهل الحلة محافظة بابل لحضرتك. يلا خلوني اخذ متصل الاول جميعا. يلا اخي الكريم حياك الله ويانا نوار حياك الله.
نوار انقطع الاتصال. شكرا لك نوار. دكتور بظل كل هذا سنة اليوم كصحفي كل هذا الـ يعني اذا نتحدث عن الاعجاب عن المثل الاعلى عن الالتفاف الشعبي اذا ترشح يمكن تاخذ 2.5 مليون بالانتخابات اللي جايه صح؟ بيهم البركه المرشحين بيهم ان شاء الله البركه السابقين والقادمين اي اي بس يعني البعض يشوفها يقول لك لعبها صح لا هي مو لعبة سياسية بقدر ما كانت ضرورة وحقيقة واجب وطني وشرعي وأخلاقي يعني والوقت كان مناسب كان مناسب حسيت بك حسرة أول ما سألتك حسرة المظلوم صح حتى لا لا أبدا أنا ما نادم على شيء وكان في حساباتي المنصب هو أقل الخسائر وأتوقع إيه؟ الأسوأ إيه بس خنقتك العبرة كالإنسان المظلوم لا لا أبدا قد يجوز بس أنا بصراحة أكثر ما أتحسر على الموصل لأنه تتحسر على الموصل إيه؟ نعم. كنت تتمنى حقيقة أن تكون هذا المنصب الزائف ولا يعني لي شيء وأنا من فترة طويلة مقرر ترى أقدم الاستقالة من هذا المنصب وممكن أن تسأل وكثير من الإخوان الوزراء والسيد رئيس الوزراء أنا ذاكرها أمامهم بس أنا ملتقي بكثير من الجنود أكثر وزير دفاع قريب للجنود هو خالد العبيدي لازم ليش المرحلة تستوجب لا مو أنا مو مشكلتي ويا الجنود ويا مؤسسة العسكرية بالعكس القيادات العسكرية والمؤسسة العسكرية أنا بناء مؤسسة عسكرية أرقى عمل واستمتعت بالعمل في المؤسسة العسكرية ولكن مع الفاسدين أنا متقاطع والفاسدين أصحاب نفوذ أصحاب نفوذ وأموال وبيدهم مقدرات البلد والدولة وهذا الصراع بالنتيجة شفت نتائج هذا الصراع أي. اللي صار وهذا المؤسف وإلا أنا فعلا أسعد لحظات عندما أكون واقف يم جندي من الجيش العراقي وأسمع أي. إلى كلام من عنده يشتكي من قلة أكل أو قلة ملابس أو شو اسمه وعالج هذا الموضوع هاي لحظات سعيدة في بناء الجيش حقيقة كنت تتمنى أن تكون بمنصب وزير الدفاع وتشارك وتنال شرف تحرير الموصل فعلا هو هذا كان أملي وأنا كان قراري لو مستمر بعد معركة الموصل بدون أي سبب أقدم استقالتي طيب أمل بناء مؤسسة عسكرية بعيدة عن الطائفية عن العرق عن الدين هذا راح يتبدد ب ابتعاد الدكتور خالد العبيدي عن الوزارة والله أتمنى أن لا يتبدد وأنا كل ثقة بالقيادات العسكرية الأخوان الموجودين أنه راح يحافظون على هذا المنهج والنهج لأنه أعتقد كلهم تماما أدركوا وحسوا بأهمية هذا النهج من أجل بناء المؤسسة العسكرية ولولا هذا النهج لن تنجح المؤسسة العسكرية في تحقيق هذه الانتصارات طيب دكتور خلينا نرجع للاتصالات عندنا اتصالات كثيرة يعني حقيقة نعتذر من كل مستمعينا كل متصلين معنا نوار تفضل الله يسعدك سيادة الوزير أهلا وسهلا يا رب أهلا حبك. وسهلا فضل. نوار مرحبا شلونك شلون صحتك الله محييك يبارك بيك أنت من يا منطقة بالموصل أنا من بغداد ها من بغداد. الله محييك هلا بنوار هلا بنوار من اليوسفية الله يخليك سيدي سيدي أنا نجحت السنة من السادس بمعدل ناصي وأحب أقدم على الكلية العسكرية ويعني معدلي ما يفيد ما 54-55 معدل واطي مو ناصي ايه. لأن الناصي هاي بس مصطلحات الطيران هاي ايه. ناصي وعالي هاي واطي معدلك أي ايه. ايه والله ايه. 54 54 علمي لو أدبي أدبي وهم أدبي وأربعة والله 54. أنت بسلكها فد مرة ولكن تدرس واضح يلا نوار شكرا قدم لك قدم انت بلكي ايه. الله يعني جوز المعدلات تنزل ان شاء الله ما ايه. اعتقد يعني هسه ويا طلعتي جوز ينزلوها المعدلات مالكم بلكي اه. لان انا كنت شويه بهاي الموضوع متشدد ما اقبل معدلات واطيه يلا شكرا لك نوار اتمنى لك الموفقيه يا رب بحياتك معنا ذنون حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ذنون مرحبا شلون سياده الوزير الله محييك هلا بذنون انت اكيد بدراني ما طول ذنون وجاي اطلب من الله ومن سيادتك سيد حاضر اذا اقدر عليه تامر امر مو تطلب سيدي انا يعني بحياتي وبالدي انا يعني منتسب للفرقه 12 فوج الاول لواء 49 فرقه 12 اي 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 وبحياتي وبالدي والدي عبر الحلقه بادبس وجيت لي جايتها اراجع بغداد وجيت لقيت مفسوخ عقدي وانا بحياتي وبالدي انطيت قتلون داعش شلون يعني شلون انطيت والدك؟ استشهد قتلوا داعش اي لان انت منتسب بسببك يلا الله يرحمه يا رب الله يرحمه وجيت راجعت البريه ولقيت عقدي مبسوخ واني لا مداوم ولا شيء سياده الوزير زين هسه شو اقدر اسوي لك كان الجماعه اقالوني شلون الحال قول لي شلون سياده الوزير انا على الله عليك سمعه
عليك يعني ما خبيت مكانك قباب وبس يريدت يوم من الايام اني اراجعكم اصلتك. راح اتوسط لك يا ام السيد رئيس الاركان وان شاء الله يمشي شغلتك وان شاء الله حاضر. يعني انا طبعا اعتز بك واعتز بجهودك العسكري اللي قدمته الانتصارات على الجيش العراقي واني والله مظلوم وما عندي احد. يلا ان شاء الله ماكو ظلم ان شاء الله نعاونك على الحق ان شاء الله. شكرا لك. المهنة العسكرية. يلا حاضر حاضر ان شاء الله. شكرا لك. حاضر انا اعاونك ويا الاخوان ويا رئيس الاركان وان شاء الله يعودوا. ربي يحفظك. معالي الوزير عندنا رعد من داخل الموصل. اخي رعد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام رعد. شلونك استاذ الوزير؟ اهلا وسهلا. هلا ومرحبا. عين رعد اهلا. شلونك استاذ اخبارك؟ انا رعد الحمداني قبل كنت اداوم عندك ويا عميد صالح. الله محيي. يلا حياك الله نشرف فيك. احكي شوية الوقت لان قصير. اي 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 رعد. انا حاليا باربيل مو بنينة. باربيل. يلا حياك الله. الحمد لله. الله يعزك ويبارك فيك. الله عاد ما طولب باربيل امورك عدلة انت ما عندك مشكلة. الحمد لله. الله ينصرك ان شاء الله عبد الله مع الفازين ان شاء الله. ان شاء الله. بوجودكم ان شاء الله بوجودكم. يلا منصورين ان شاء الله منصورين. ان شاء الله. شكرا لك رعد ربي يحفظك. خلينا ناخذ احمد من دهوك. أبو السلام عليكم. عليكم السلام أبو شاب. شلونك سيدي؟ الله محييك. هلا بأحمد. هلا أبو شاب. والله سيدي أنت علم علم الله وكيل. بيكم البركة بيكم البركة. والله مع الأسف هيك ناس هيك ناس تأخذ الحكومة وأنت تقعد. والله مع الأسف. أبد لا تأسف. لا مناصب غير مأسوف عليها أبدا لا تأسف. والله العظيم حشاك هذول ما يستعونوا مع الأسف فارض الحكومة بس أنت مثالك الله وكيل علم علم الله. الله وكيل. الله يبارك بيكم يبارك بيكم بيكم البركة. وأبد إحنا وياك بس مش كل الشعب العراقي وياك. أبد ما نتنازل عن هذا الطريق محاربة الفاسدين والدواعش الإرهابية. أبد اسمك مرفوع بالدنيا كلها. الله وكيل. أشكرك جدا. أشكرك إن شاء الله. يلا يسلم راسك. الله يبارك بيك. اتفضل بس بإيجاز. أريدك بالموصل ويانا. أريدك يعني بالموصل لازم ويانا. بالخطوط الأمامية إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. يلا. ربي يحفظك. ربي يحفظك أخي الكريم. شكرا لاتصالك. معانا بنت الموصل. بنت الموصل حياة شاء الله أختي الكريمة. ألو مساء الخير. شلونك أستاذ محمد؟ يا ربي يحفظك أختي الكريمة. هاي بنت الموصل من داخل الموصل. شلونك استاذ خالد مساء الخير؟ اهلا وسهلا. مساء النور. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا بيك نية طلعه. انت بطل ورفعت راسنا واحنا مرفوعين الراس بيك وانت ابن الموصل وان شاء الله المناصب لا تقدم ولا تاخر ان شاء الله. اشكرك جدا ومحبتكم والتفافكم اهم من كل المناصب الزائفه. الله يسلمك استاذ. بالنسبه لفصائل المقاومه يعني انا اتمنى انه لي صله بشخص أصغر شخص في فصائل المقاومة. أنا أول وحدة من بنات الموصل أقاوم تنظيم داعش. والله عافية عافية والنعم منك. شكرا. حيا الله نساء الموصل. والله عافية عافية بارك الله بيك. وأستاذ خالد بالنسبة لموعد تحرير الموصل أنا تعرف وش حكيت يعني إحنا كلش تعبنا. لا ما يصير قابل. شلون نقول لك موعد تحرير الموصل؟ بس اطمئن إن شاء الله قربت 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 إن شاء الله. إن شاء الله. وبالنسبة لأم عراق أنا أحييها وهي بطلة من بطلات الموصل. والنعم منك ومنها وكل بنات وأخوات وأمهات محافظة نينوى. والله يبارك بيكم. يلا بنت الموصل. ربي يحفظك. ربي يحفظك يحفظ لنا كل نساء الموصل يا ربي. معنا أبو أحمد. حياك الله أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام أبو أحمد. مرحبا عزيزي. مرحب أهلا وسهلا بيك. احييك واحيي سياده الدكتور سيف وزير الدفاع. معالي الوزير يسمعك. يعني اقول سابقا لكنه للاسف اقول سابقا والله انا قلتها بالبدايه. قلتها بالبدايه ايه؟ من سقط العراق ولحد الان ما جانا وزير دفاع مثل هذا الرجل. ايه؟ والله ما مجامله لكنه رجل بمعنى الكلمه وصاحب شجاعه وصاحب شهامه وصاحب نخب. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدوا وينصروا على الفاسدين. الله نعم. كريم بوجودكم إن شاء الله. إيه والله. وهذا الرجل طبعا شهادة بحق يكفي أنه العراقيين قاطبة يشهدون بحقه وشجاعته. الحمد لله. أنا أخوك أبو أحمد من الموصل لكني الآن في أربيل. أهلا وسهلا بك أبو أحمد. توصية وحدة توصية وحدة وهي وصية أخوية من أخ صغير إلى أخوه الكبير اللي هو الدكتور خالد العبيدي. نعم. يعني أقول أهل الموصل هو شم شعره بشاربكم. نعم. إن شاء الله. أهل الموصل شعره بشاربكم. إيه والله. إن شاء الله ما نقصر. إن شاء الله ما نقصر. فقط
أن أقدمها من خلال عبر أثير راديو نينا والغاد والكل يسمعني. راديو الغاد. أقول وأكرر دائما أهل الموصل والموصل قاطبة هم شعرة بشارب الخيرين وشعرة بشارب الأشراف أمثال الدكتور خالد العبيدي. الله يبارك فيك وندعي لك إن شاء الله. أشكرك جدا يا أحمد. بالنجاح وإن شاء الله ترقوا ترقى وتسمو إلى مناصب عليا لخدمة هذا البلد الجريح. إن شاء الله ما نقصر وإحنا إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم وقدر هذه الأمانة اللي حملتونا إياها. ولكن هذا الموضوع مع الأسف مراق للفاسدين، ولكن أوعدكم أنه سأكون جندي مقاتل في صفوف القوات التي ستحرر الموصل. الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يبارك فيك إن شاء الله. إن شاء الله ترجع إلى مناصب أعلى من هذا المنصب إن شاء الله. إن شاء الله كريم. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا أبو أحمد، أعتذر من عندك.